بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم على الطرد ده في الجنيه ساسي ومدى تاثيره على المباراه ومدى تاثيره على خطه الزمالك، وقبل كمان ما نقول الطرد ده هل هو مستحق وفي الجنيه يستاهل الطرد ويستاهل الايقاف، وقبل ما نتكلم عن الحكم كان بينرفز اللعيبه والكلام ده، ما تطلعش من الفيديو علشان خاطر انا كاتب لك ملخص تحليل مباراه الزمالك، لان المباراه ما بقاش ملخص حلو انك تتفرج عليه. يعني الموضوع مش حلو قوي هتقعد تتفرج على لعيبه الزمالك وبتضيع اخر 10 دقائق. طب ما تهدى مع اخوك، هم 5 6 دقائق وهجيب لك الملخص كله بتاع المباراه. وعلى هادي يا معلم، بص انا في البدايه بصراحه عجبتني جدا البدايه بتاع جيمي باتشيكو، ان انا هلعب ب 3 5 2 كانت عجباني قوي. حته ان انا هخلي حازم امام مساك ثالث ناحيه اليمين، وهخلي محمود علاء مساك ناحيه الشمال، وهيكون الونش عمق الدفاع. كانت عجباني حته ان هو بيطير حازم واحمد سيد زيزو يرجع يغطي وحازم هو اللي يطير، ويبقى في كثافه في منطقه الجزاء. اشرف بن شرقي بيجي من على الطرف يضم، وفركان اساسي كان مفترض ان هو كمان يكون بيضم معاهم علشان لما الكره عرضيه تكون 4 أو 3 موجودين جوه منطقه جزاء الخصم والمصري، فتلاقي ان في ناس متاح لها التسجيل، سواء اوباما كمهاجم ثاني او كاسونجو كمهاجم اولاني او الناس اللي كانت جايه لهم من تحت. وكانت عجباني قوي فكره ان انت بتحاول تلعب كمنظم، انت بتحاولش انك تعمل كوره جميله، لان جيمي باتشيكو مش من المدربين اللي هيقدموا لك كوره جميله. فالراجل معروف ان هو نوعا ما متحفظ، فالتحفظ بتاعه ده بيبان عليه وهو معاه الكوره، والتحفظ ده بيبان وهي الفرقه مش معاها الكوره. يعني لو الفرقه مش معاها الكوره وبتدافع، الخمسه دول بتلاقيهم بسم الله ما شاء الله واقفين في نص الملعب، واجباتهم متماسكه جدا، الفرقه كلها بتلعب تحت الكوره، فبيكون صعب جدا انك تحاول تخترق الخط الخماسي اللي هو عامله قدام الدفاع ده. فبتكون فكره كويسه قوي انك تلعب قدام خصوم زي المصري النهارده. المصري النهارده برضه الثانيه المصري، فالمصري جاي من طريق كان مزدود جدا قدام كابتن طارق العشري، كان حالف ان هو يهبط الفرقه، بس الاداره قالت له شكرا جزيلا ونروح نجيب واحد نحاول ان احنا نلم اللي انت عملته بعد الرجوع من كورونا. الراجل كان بيقول ان انا معيش لعيب، بس الفرقه يعني كانت باينه قوي ان الفرقه مع كابتن طارق العشري كانت ملطه، فكانوا محتاجين ان هم يجيبوا مدرب زي كابتن علي ماهر اللي بيلعب قدام الزمالك بال 5-4-1. كان في احمد مسعود على يمينه، كريم العراقي، عبد الرحمن زين، وعمر موسى، وحسان حسان، واحمد حامد على شمالهم، وقدامهم ناحيه اليمين عمر كمال وايزي ايميكا وفريد شوقي في نص الملعب، ومفتاح طقطقه على شمالهم، مهاجم وحيد محمود وادي. الفكره كلها ان الفرقه ما كانتش عارفه تخلق فرص الشوط الاول، علشان خاطر زي ما اتكلمنا على ان الزمالك كان عارف يقفل قوي كويس قوي وهو مش معاه الكوره. فكانت حته كويسه من باتشيكو زي ما قعدنا نقول ان ده راجل متحفظ، يعني انت مش عايز مدرب يكون ممتع طول الوقت، انت عايز واحد يرصص لك اللعيبه صح جوه الملعب. وده اللي كان بيعمله كريستيان جروس في الحاله الدفاعيه بالمناسبه. يعني كريستيان جروس كان بيحاول ان هو يحفظ اللعيبه حاجه في الحاله الدفاعيه، فاللعيبه تبقى عارفه تتمركز صح في مكانها، وده على الاقل بيكون حاجه مميزه بالنسبه للاعب مثلا انك تحفظه يقف ازاي. باتشيكو بيحاول ان هو يرجع للسيستم القديم ده بتاع ان احنا يا جماعه في الحاله الدفاعيه الكوره مش معانا، هنعرف بس نقف صح، حتى لو واقفين 5 على خط واحد والخمسه مش بنعرف ندافع قوي، فينا نص ملعب فيه مشاكل زي اسلام جابر اللي بيلعب في مكان مش مركزه، علشان خاطر غياب طارق حامد وفرجاني ساسي اللي محتاجين نركز معاه ونقعد نتكلم بقى ببساطه. مبدئيا ما ينفعش انك تكون لعيب محترف وجاي تتعامل بعمله صعبه هنا في مصر وفي الاخر ما تكونش مؤثر على اللعيب المصري. يعني ما ينفعش خالص انك تقوم تعترض على فاول في نص الملعب، وانك تتخانق وتشتم الحكم، وبعد كده تشيل السماعه وكل ده، تقعد تسال نفسك طب هو بيعمل كل الفيلم الهندي ده ليه؟ كره في نص الملعب هي اللي خلت فرجاني يتعصب كل العصبيه دي؟ تقعد تسال نفسك طب هو فرجاني من نوعيه اللعيب اللي اتعصب كل العصبيه دي اساسا؟ لا، هو فرجاني ما كانش كده اول ما جه مصر. فرجاني كان من اللعيبه بيحب يمنطعوا نفسهم، كان من اللعيبه اللي هو اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اكون كويس جوه الملعب، كان عنده تناغم مع حمدي نجاز، ومن وقت رحيل حمدي نجاز لو قعدت تتكلم على فرجاني هتلاقي ان فرجاني بيلعب من غير نفس، فرجاني بيرجع يتمشى، وكنا بنتكلم عن فرجاني بيحاول يرجع لمستواه، فرجاني بيرجع شعره شويه، فرجاني بيعمل ايه شويه، بس فرجاني ما كانش بيأدي جوه الملعب. انما النهارده لما تيجي تقوم وتعدي على الحكم وترفع وتشيل منه السماعه كده بتهرج. هتقولي بقى الحكم سيء، اقول لك طب ما ثلاث ارباع الحكام في مصر سيئين، والحكم بس اللي سيء، هتقولي طب ما هو حسب ضربه جزاء على الزمالك ولما رجع للفار ما لقاش ان الكوره فيها حاجه، تمام مفيش اي مشكله، احنا عارفين التحكيم بتاعنا سيء، بس احنا من زمان بنتكلم على حته اصل الحكام بيجابوا للاهلي، اصل الحكام بيجابوا للزمالك، واحنا دلوقتي مش عايزين نعترف ان المشكله في المنظومه التحكيميه، اما الفيفا ما اعترف ان هو عنده مشكله في التحكيم في العالم كله فحط لها تقنيه الفار. هنقعد بقى احنا نتكلم على العالم في مصر قبل الفار والعالم في مصر بعد الفار؟ هم نفس الحكام ونفس السوق اللي هم فيه، ايه اللي اتغير؟ والله ما فيش اي حاجه اتغيرت، هم نفس الحكام بس المره دي بندور على اي حاجه. يعني حتى لو الحكم بيغلط دلوقتي عارف ان في تقنيه فار من بره، حتى محمود علاء بيتحسب عليه حاجات بيقول في فار. بص بصراحه ربنا انا محمود علاء بيقول ارجع للفار، خلاص بعرف ان محمود علاء ما عملش حاجه وان محمود علاء كان سليمه. لو محمود علاء انا قال للحكم ارجع للفار انا اتاكدت ان محمود علاء يعني ما فيهاش حاجه وهتعدي. ضربه الجزاء اللي حصلت للزمالك كانت صحيحه جدا، الكره الراجل يعني الكره تقدر تقول ان هي مزوده جسمه زي ما القانون الجديد ما بيقول، فتحسب ضربه جزاء ومحمود علاء قدر ان هو يجيبها هدف تخصص. ضربه الجزاء الثانيه لما حاول يغير الزاويه بتاعته ضاعت وطلعت بره. المشكله بقى بعد ما الكرة بتاعت محمود علاء طلعت بره ضربة الجزاء، الزمالك نزل الشوط الثاني الفرقة كلها تحت الكورة 4-4-1، بطلع كاسونجو وبنزل
بنزل امام عاشور من على الدكه عشان خاطر ياخد مكان فرجاني، ونرحل حازم مكان اسلام جابر، ويلا يا جماعه بقى احنا هنلعب على اطراف بس، ويلا يا جماعه واحد من هنا احمد سيد زيزو، ومن هناك اشرف بن شرقي، ويلا يا جماعه احنا كلنا تحت الكوره. استنى بقى ان النصر بيهاجمك، محمود وادي وتلعب عرضيات، وفي زيدات بيدلك من نص الملعب، وفريد شوقي بيطلع يشوط، وابو جبل بينقص. طب كل الفيلم الهندي ده ليه؟ علشان خاطر عندك لعيب مش منضبط اتطرد، فلبست طرد وبتلعب 10، فالفرقه اللي قدامك ركبت الجيم وشرطت عليك تصويبات كتير. ولو قعدنا نتكلم يعني بلغه الارقام، المشكله كلها ان الواحد يعني معلش يعني الواحد بيتكلم بعد المباراه مباشره، فمش هحب احفظ الاحصائيات قوي. الماتش شاط 12 تسديده مقابل الزمالك شاط 7، تسديدات على المرمى 7 مقابل 4 للزمالك، استحواذ على الكوره 59% ل 41%. الموضوع كان صعب جدا. الضربات الركنيه 4 للمصري 2 للزمالك، تسلل 5 للمصري 2 للزمالك، وده الكلام ده الشوط الثاني بس. يعني في المصري الشوط الاول ما كانش موجود جوه الملعب، فالكلام ده ادهولك لاعب متهور علشان خاطر هو نوعا ما بقى مستهتر، نوعا ما بقى عارف ان في ناس هتتكلم عليه بطريقه كويسه حتى هو سيء. يعني ما ينفعش ان كابتن زي كابتن خالد غندور يطلع بعد ما اتطرد ويقول لك ها يا كابتن مش عارف يا كابتن عمر رديت والدك اللي هو مشجع درجه ثالثه. طب بعد ما حسب ضربه الجزاء كابتن فهيم لاحمد سيد زيزو، كان اتطرد ضربه جزاء بالمناسبه ان احمد سيد زيزو عارف يلبس فيها المساك بتاع المصري، هل الكلام بقى عامل ازاي؟ يا جماعه ما احنا ما نقعدش نشكك في الحكام علشان خاطر الناس زيت، وبعد ما الناس زيت نقعد احنا بندارع على ان في لعيب بيتعول. ده ما ينفعش، احنا بعد كده بنهرج او قلت بيتعول ما عندناش وعي. الكلام في مصر في المحليات بقى صعب انك تتكلم بالمنطق. انا راجل بتكلم بالمنطق، عايز تشتم اشتم، عايز تقول ان انا عندي حق براحتك. الموضوع ما كانش فيه اي حاجه، وعجبتني جدا تغييرات كابتن علي حتى هو بيحاول يرجع، بس هو الراجل حظه سيء. لما فكر نزل فرود اجنبي من على الدكه الراجل اتصاب، ونزل كابتن احمد جمعه، وبقى بيلعب عرضيات كتير وعادي. هو ده طريقه لعب المصري، فرقه بتهبط مستني منها ايه؟ بس المشكله كلها ان احنا كنا مستنيين حاجه مثاليه للزمالك، وفرجاني ضيع كل المثاليه دي. شخص حاجه عملت رايك اصلا.